بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا الاعزاء كيف حالكم ان شاء الله دائما بخير درسنا هذا اليوم هو عن حل وشرح توضيح المراجع المركزه للصف الثالث متوسط انجليزي ثالث متوسط شرح موضوع القواعد موضوع الاخبار عن الوقت tell the time telling the, tell the time شكرا لكم لكم دعمكم تشجيعكم دعواتكم طيبه تعليقاتكم الحلوه محفزة ومشجعة شاركوا لكي تعم الفائده ويستفيد الجميع زكاه العلم نشرح الدار على الخير كفعله شكر خاص لكم يا ابطال على دعمكم تعاونكم وتواصلكم ويانا نبدا بسم الله السؤال سؤال جدا مهم من قواعد اليونت الاول يونت 1 اللي هو موضوع الاخبار عن الوقت طبعا توجد طريقتين راح يحكي الطريقه المطوله المزعجه المحلوة حلوه ما والطلاب تبتعد عنها اللي هي نقول نخلي نستخدم الاتس هاي الطريقه المطوله اللي انا ما حاطها بالملزمه هسه بالمراجعه المركزه هاي ملزمة المراجعة المركزه راح اخلي الرابط مال صندوق الوصف مال المكتبه والمطبعه اللي تقدرون تستخدم يعني تتواصلون وياهم حتى تحصلون على نسخه من عندها للي يحب دا اشرح هسه بس القواعد باقي المواضيع شارحاني بعضها قبل و... واللي الحق علي من الامتحان الوزاري اشرحه ان شاء الله ما, ما اقصر وياكم اذا الله وفقنا ببركة دعواتكم هسه إه. الطريقه المطاوله تخلي اتس وراها تخلي لي الدقائق طبعا الساعة تنقسم بالطريقة الصعبة من الصفر أو من الواحد إلى ثلاثين هذه نصف أول ومن الواحد ثلاثين للتسعة وخمسين نصف الثاني من ذني الدقائق اللي هي من الواحد إلى راح نعتبرها نقول ياهن past كتبنا رقم الدقيقة شقد هي واصلة نستخدم يهن كلمة past وبعدين نستخدم الساعة اوكي اخذنا اتس والدقيقه وباست والساعه اوكي رقمها زين آه في حال وقفت على الربع نقول عليها كوارتر يصير نقول 15 بس يستخدمون كوارتر وعلى النص نقول عليها هاف اللي هو نصف في حال من هالجهه من هالجهه ايش راح نسوي من الواحد ثلاثين لل 59 من هالجهة راح نستخدم الدقائق المتبقية يعني مثلا مثلا هي الساعة هسة بال هاي هسة هاي بال 44 44 دقيقة هاي شقد بعد لها وتدق بالخمسة بعد لها 20 فش نقول 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 20 دقيقة الا راح نستخدم 2 هالمرة 2 والساعة راح توصلها مو نقول أربعة هي مو هي بالأربعة أصلاً راح توصل للخمسة فنقول 20 عشرين تو فايف يعني خمسة إلا ثلث راح يصير معناها أوكي وهماتين إلا ربع يعني كوارتر من الدق ضبط راح يصير أوكلوك هاي خلصت أوكي هاي الطريقة الصعبة المزعجة للدوخ الطريقة السهلة تكتب لي كلمة إتس بالبكالوريا يقبلون اثنيناتهم تكتب كلمة اتس من اليسار أول كلمة من اليسار طاك هاي طاك 15 10 تيل ذا تايم 15 و 10 انت تكتب لك تكتب له اتس أول شيء من اليسار هاي اليسار اوكي وراها تكتب له كلمة الرقم مع الساعة واحفظ لي الأرقام من واحد ل 12 يفيدنك بالساعة زين إذا كانت هي الساعة اللي حاط لك أكثر من 12 حاط لي 15 شو أكتب له؟ خوش اذا حاط لك من 1 ل 12 اكتب الرقم مثل ما هو يعني حاط لي 1 اكتب 1 حاط لي 2 اكتب 2 حاط لي 3 اكتب 4 3 4 4 وهكذا ايش قاعد معطيني 10 اكتب 10 11 12،, 12 اوكي لهنا بس اذا اكثر مثل الساعه 15 اكثر من 12 ايش اسوي لها اذا كانت اكثر من من 12 نقول 15 ناقص 12 الباقي نكتبه عدد الساعات 15 ناقص 12 قد راح يساوي لي عافية بشطار ثلاثة اذا عدد الساعات راح يصير ثلاثة اتس ثري الاتس اتفقنا اول شيء والثري ثاني شي الساعة ورا اكتب كلمة مال رقم الدقائق ايش قد موجودة دقائق دقائق راح تكون موجودة عندك من واحد لتسعة وخمسين شوف مرة عشرة مرة خمسة خمسة أربعين هاي كل هالأرقام من واحد لتسعة وخمسين كتبتها ايش قد هاي كانت عشرة يعني 10 وراح اخلي نقطة بالنهاية وخلاص خذت درجة كاملة ملاحظة من تجيك تكتب كلمة اوكلوك اذا لقيت الدقائق صفر صفر هاي صفر صفر مو تكتب له زيرو زيرو ماكو شيء مو تكتب له صفر تكتب له اوكلوك اوكلوك اوكي هاي سهلة خلاص موضوع الساعات بكل بساطة خلينا نحل الوزاريات الجايات 15 و10 شو نقول له؟ نقول 3 10 it's 17 و10 شو اقول؟ الاتس انا نزلتها على غيبي ال17 نقصها من ال12 بقى لي 5 اتس 5 والدقائق هي 10 اذا 10 ب13 و15 13, 13 ناقص 12 واحد يعني بالوحده وربع اتس 1 15 15 و5 ال15 ناقصها 12 3 و5 اتس 3 5 بلا هسه تقولي لي هاي ليش كاتبه هيجي وهاي ليش كاتبه هيجي هم ما رب لك رجعوها هيجي بس الخمسة وما رجعوها صفر خمسة هي الأصح هذه بس حتى لو جابوك هيجي المهم لا تضوج ولا تخاف إنه هاي يقصد هو خمسة وهاي وخمسة عادي بلا عشر يعني بالثنتين لأن أربعة عشر ناقص اثنا عشر اثنين it's two five it's two five هاي أسئلة وهاي جبتن يلا عيني ثلاث ثلاثة عشر وعشرة يعني it's one 10 بال16 و40 16 ناقص 12 4 اتس 4 40 بال44 اوكي okay. بال20 و10 20 و10 ال20 ناقصها 12 قد يبقى 8 اتس 8 10 ب8 10 يعني شوف هاي الطريقه ايش قد سهله تخلي اتس تخلي ايش قد رقم الساعه وايش قد رقم الدقيقه بس الساعة راح شوية الدوخة كأنه قد موجودة إذا أكثر من 12 وأن أغلبهم يكونون أكثر من 12 تشوفون نقصها من 12 والباقي خلي بس هاي هي ب 12 فش راح أقول عليها؟ اتس 12 10 هاي بال 15 يعني بثلاثة اتس 320 أوكي اللي وراها هاي ب 17 يعني بالخمسة و50 دقيقة اتس 550 بتسعة عشر يعني بيش؟ تسعة ناقص اثنى عشر يعني بالسبعة it's seven بال بالعشرين وخمسة واربعين ايش قدر راح اقول عليها؟ بثمانية وخمسة واربعين it's eight forty five. Okay. بالعشرين وخمسة واربعين قلناها eight بال five بالواحد عشرين يعني بيش؟ بالتسعة شلون عرفتها؟ قلت واحد وعشرين ناقص اثنى عشر واحد ناقص من الاثنين ما يصير ياخذ من الاثنين صارت راح تصير دعش وهاي راح تصير واحد داعش ناقص اثنين كده راح يبقى لي راح يبقى لي تسعة واحد ناقص واحد صفر اذا هي بالتسعة هاي اطرح طرح مطول يعني واحد اس دا وقتك بهاي الحكي يا الله هي واحد وعشرين ناقص من عدها اثنا عشر شلون تحسبها بطريقتك انت دماغك كيف تفهمها سويها المهم تنقص وطلع الناتج الناتج هو رقم الساعة كتبة eight 9 30 بالتسعة وثلاثين هاي 18 ضبط 18 ناقص 12 يعني بالستة اتس سكس o'clock ثاني كلهن كانوا وزاريات أوكي هاي أرقام الساعة كاتبلك اياها خاف التيه اللي هي من واحد الواحد يعني بالوحدة فتقول وان 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 هذا رقم كاتفي كار هيك صارح اذا كاتبي لك رقم الساعه ازيد من 13 واكثر عرفت وافتهمت شلون تطرح تقول 13 ناقص 12 يساوي 1 هاي سهله 21 ناقص 12 يساوي 9 هاي اوكي دماغك ما يستوعب هذا الحكي احفظ قول لـ 13 يعني اكتب لهم 1 ال 14 اكتب لهم 2 ال 15 اكتب 3 16 اكتب 4 17 اكتب 5 كاتب لك اياها هيك نشوف يعني 18 اكتب له 6 هاي ال 19 تكتب له 7 ال 20 تكتب له 8 ال 21 تكتب له 9 ال 22 تكتب له 10 23 تكتب له 11 24 تكتب له 12 اوكي رتبت لك اياها حتى بعد حتى يقدر يفتهمها هاي الدقائق كتبت لك حتى تراجعهم لان الارقام مهمه تحاسبون على الاملاء من الواحد ل 59 كلها كاتب لك ومن توصل صفر صفر اللي هي عن 60 فتكتب او كلوك. اوكي هاي من ال 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 شوف ذني يجي الارقام تقوم تحط هاي الشخطة بيناتهن مو تنساها اصح يعني يصير احلى احتمال ما يحاسبوك عليها بس احسن انت من تكتبها يعني انت صدق فاهم الرقم 20 وشارحه 1 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. زين 31 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41 2 3 4 5 6 7 8 9 و 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 والصفاره قلنا اوكلوك كاتب لك اياها 0 تقول اوكلوك او فارزه سي ال او سي كي اوكي خلاص موضوع الساعات ان شاء الله استفدتم نسال الله القبول نسالكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائده ويستفد الجميع زكاة العلم نشره والدال على الخير كفو على شكر خاص لكم يا أبطال تحياتي لكم مع السلامة